طيب خلونا نروح معانا للناقد الرياضي كابتن كابتن مين معانا يا رجاله؟ كابتن حاتم، ازاي الحال؟ مساء الخير يا كابتن رجاء، رجائي حضرتك تحياتي ليك ومواصل دايما، وتمنياتنا ان شاء الله بالشفاء للاستاذ كريم رمزي، وان شاء الله كده يعود سريعا باذن الله. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب احنا كنا بنتكلم على اول حاجه كلاتنبرج. كلاتنبرج طبعا بعد اعلانه الاستقاله امبارح، يعني في مش عايزين نقول ازمه، بس انت شايف الموضوع ده ازاي؟ والاهم من كده، ازاي يتم احتوائه؟ لا هو خلاص ما فيش احتواء، لانه هو راجل خلاص استقال، واتحاد الكره هياخد الاجراءات القانونيه معاه خلاص، يعني تكليف رسمي لاداره الشؤون القانونيه في اتحاد الكره. خلاص هيبدا ناخد، يعني اتحاد الكره ياخد اجراءاته عشان يحافظ على حقوقه، خاصه انه كاتنبرج كان خد او استلم مقدم تعاقد بيغطي حتى الفتره اللي هو بيطالب بيها، اللي هي كان سافر فيها كاس العالم عشان يحلله في احد الفضائيات الاجنبيه. هو بعد كده بيطلب المرتب الخاص بالفتره دي، ومع انه عاد بيقول انه في الفتره ديت مسموح لي ان هو يحلل ويتواجد خارج مصر، لكن هذه الفترة يعني بدون أجر أو بدون مرتب. يعني هي قصة يا أستاذ رجائي، بس أنا عايز أقول بس أو أشرح لحضرتك أو لكل المشاهدين كمان القصة من أولها. هو الراجل كاتنبرج بالأساس كان جاي متعاقد مع اتحاد الكرة عشان يطور التحكيم في مصر، عشان يعني احنا كلنا شايفين ان كان في اخطاء واعتراضات من الانديه على مستوى حقوق المصريين. يعني من البدايه الراجل ما كانش واضح مع اتحاد الكرة في حته التفرق. هو قال ان هو لما يتعاقد مع اتحاد الكرة هيكون متواجد في مصر، ويكون لجنه الحكام المصريه هي الاساس بالنسبه له، ويعني نادرا جدا ما هيسافر سواء بقى لليونان او للتحليل في اي مكان اخر. لكن ده كان كلام بس في البدايه، ثم بعد كده فوجئ اتحاد الكره ان الراجل بيسافر وياخد اجازات كتير جدا. ولما اتحاد الكره بيتكلم معاه، فالراجل يعني مش يعني كل مره يقعد يوعد ان هو هيلتزم وهيركز مع الحكام المصريين، لكن ده في النهايه ما حصلش. وبالتبعيه التطوير او الخطه اللي هو كان بيتكلم فيها دايما، اللي هو كمان ما سلمهاش اتحاد الكوره حتى الان، ما ظهرتش بصماتها على الحكام المصريين. والاجتماع الاخير اللي حصل بين كلاتنبرج واتحاد الكوره ورابطه الانديه كان اجتماع عصب جدا، واجهوا النائب احمد دياب رئيس صفه الانديه والاستاذ جمال علام بكل الاعتراضات الخاصه بالانديه والشكاوى الخاصه بالانديه على الحكام. والراجل لقى نفسه في مأزق شديد، ما هوش عارف يجاوب، ما هوش عارف يعني مش ملم بكل الامور الخاصه بالحكام المصريين. هو ايقن ان هو خلاص مش هيستطيع ان هو يلبي الحاجات المطلوبه منه من جانب الرابطه واتحاد الكره، لانه اصبح في خانه الياك خلاص. يعني انت دلوقتي مطالب انك تقعد في مصر وتركز مع الحكام وتشتغل كويس جدا، وده طبعا هو عنده اضطرابات ثانيه كثيره جدا، ربما يكون كمان بياخد مقابل اعلى من اللي بياخده في اتحاد الكره المصري. وبالتالي انا مش عايز اقول ان هو افتعل هذه الازمه عشان يسافر. انا باكد لحضرتك انه كلاتنبرج لا تواصل مع السفاره الانجليزيه في مصر زي ما هو بيدعي، ولا السفاره صادته رحيل فورا، ولا كل الكلام ده. لا استاذ اسلام نصحها، هو الراجل بصوره شديده ادرك ان هو اتحاد الكوره ورابطه الانديه خلاص يعني ما عادش طرح حكيل منه ومن سفرياته ومن اجازاته، وهو مش هيعرف يكمل في ظل الضغوط اللي موجوده عليه، وان انت لازم تقعد في مصر وتركز. وبالتالي افتعل هذه الازمه، ويعني اكيد طبعا في بعض التصريحات ضده من الانديه، لكن هو افتعل واستغل كل هذه الاجواء وغادر مصر فجاه. ثم بعد كده انا عايز اقول لك حاجه يا حاتم، كنت بسال امبارح احد الضيوف عن المعايير اللي اتحاد الكوره كان حطها علشان يتم استخدام خبير اجنبي قبل الاعلان عن التعاقد مع كلاتنبرج، وقيل لي ان المعيار هو ان هو اجنبي. طبعا بغض النظر يعني هل ده فعلا المعيار اللي اتحاد الكوره اعتمده علشان اختيار كلاتنبرج او لا، مش هي دي المشكله. بس انا فرحت انبسطت لما سمعت النهارده كابتن احمد سيد احمد دياب كان بيتكلم على ان في معايير لاختيار استخدام خبير اجنبي. يعني هو خلاص اتحاد الكوره اعتمد ان هيكون في خبير اجنبي علشان يحل محل كلاتنبرج. طبعا لم يتم الاستقرار عليه مين هو حتى الان، بس على الاقل
حاطين معايير من احد المعايير المهمه، اللي انا عشان كده بقول لك انا يعني انبسطت ان هو على الاقل ان هو الراجل ده اللي هيتم استخدامه ان هو يكون ليه سابق تجربه مع احد الدول. على الاقل اهو يعني احنا بندور على خبير مش شعره اصفر وعينيه خضراء، لا بندور على خبير عنده سابق تجربه. تمام. هو طبعا هو يعني هي يعني اعتقد ان الشروط دي او المعايير دي كانت موجوده في قبل اختيار كابتن ميرك كمان، لكن هو الراجل زي ما قلت لحضرتك هو الراجل ما كانش واضح في حته التفارغ دي، وبالتالي اتحاد الكوره ورابطه الانديه مطالبين ان هم في الاختيار الجديد او اتحاد الكوره تحديدا مطالب ان هو في الاختيار الجديد للرئيس لجنه الحكام الاجنبي الجديد انه يكون حد متفرغ، اكيد لازم يكون له تجربه في احد الدوريات او احد الدول الكبيره في تطوير التحكيم وفي يعني استكشاف حكام جدد وفي تطوير المنظومه التحكيميه في اي مكان. ده بس لازم اهم حاجه في الحاجات دي كلها استاذ رجاء انه يكون متفرغ ويستطيع ان هو يعيش الاجواء المصريه ويقعد يقرب من الحكام المصريين، مش بس يبقى مقتصر دوره على تقييم الحكام في الماتشات او بالفيديو او يعمل اجتماعات بالزوم، لكن لازم يتواجد في مصر ويعيش المنظومه التحكيميه، لان يعني انت عارف مصر والحكام في مصر اللي فيه طبيعه خاصه يعني، فلازم الراجل الجديد ده لازم يكون متفرغ ويعيش في مصر بشكل كامل، مقيم بشكل كامل، يعرف ان هو يصلح الاخطاء تدريجيا وفي نفس الوقت يكون في تقييم فعلي كل فتره لما تم انجازه من خطه التطوير اللي لازم برضه يتم اعلانها برضه عشان كل فتره نشوف احنا وصلنا فين في الخطه بتاعته. انا عايز اقول لك انا السؤال الاول ليك اللي هو كيف يتم احتواء الأزمة بتاعت كلاتنبرج، كان قصدي ان هو لما يتم استخدام كابتن او خبير تحكيمي اجنبي فده يخرس اي ألسنة تتحدث بالسلب على مصر، على الاتحاد المصري لكرة القدم، لما نشوف حد خبير اجنبي يعني ليه تجربة ناجحة في مصر فده معنى ذلك ان احنا كمجتمع كرة في مصر مش طاردين للكفاءات تماما زي ما تم تداول بعض الأخبار يعني في الصحف الأجنبية، لا هذا هو احنا في عندنا مشكلة مع الراجل ده فهو بينقل الموضوع من وجهة نظره. على أي حال خلينا ننتقل لموضوع تاني يا حاتم، كنا نتكلم على منتخب الشباب، طبعا في احنا عندنا أمم أفريقيا جاية، عايزين نعرف رصدك لآخر الاستعدادات لمنتخب الشباب قبل الأمم الأفريقية، هل في مباريات ودية بنستعد للموضوع زي؟ والله أستاذ رجاء هو منتخب الشباب اللي بيقوده كابتن محمود جابر حاليا بيخوض معسكر مغلق في الإسماعيلية، بدأوا من يوم الاثنين اللي فات وهيستمر لغاية يوم الثلاثاء إن شاء الله بإذن يعني مع نهاية المعسكر ده يكون في معسكر آخر في القاهرة، هو المعسكر الأخير بقى إن شاء الله قبل البطولة. حضرتك عارف إن البطولة إن شاء الله تبدأ يوم 19 فبراير ودي بطولة على أرضنا ودي بطولة مهمة جدا، نتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا ودعم الجماهير. يعني خلال المعسكرين دول في إسماعيلية أو في القاهرة هيكون في احتكاكات أكيد. اكيد بالظبط، هو اتحاد الكره خاطب اكتر من منتخب واكتر من دوله عشان ان شاء الله نلعبهم، اعتقد في مخاطبات تمت مع تونس وجامبيا واوغندا واكتر من وجنوب السودان، يعني في اكتر من منتخب اتحاد الكره خاطبه بالفعل، لكن حتى الان لم يتاكد الماتشات بشكل رسمي حتى الان عشان يعني بقول معاده امتى او هتقام فين او كده، لكن الاكيد انه منتخب الشباب هيلعب مباراتين او ثلاثه على الاقل قبل بطوله ان شاء الله امم افريقيا. ان شاء الله يعني منتخبنا هيبدا اول مباراه لي يوم 19 فبراير، القائمه النهائيه لمنتخب مصر ان شاء الله فعلا قبل المعسكر الاخير هيبقى فيها 21 لاعب، نتمنى ان الانديه تتعاون مع الكابتن محمود جابر وانه الانديه يكون في مرونه في انها تترك لاعبيها. صحيح، انا عايز اسالك على موضوع الانديه يا حاتم، الانديه بتتعاون ازاي مع الكابتن محمود جابر؟ هل في يعني تنسيقات احنا عايزين اللاعب ده عشان ينضم، خاصه ان في فرق بتعتمد على الناشئين او الشباب؟ بالتاكيد يعني هو حتى الان المرونه كلها من الكابتن محمود جابر ومنتخب الشباب، يعني يعني المعسكر اللي احنا فيه حاليا كابتن محمود جابر سايب اكثر من 12 لعيب اساسي في الاسماعيلي والمقاولين والاهلي وكل الانديه تقريبا، يعني كابتن محمود سايب لهم اللعيبه بتاعتهم لانهم طبعا بيشاركوا في ماتشات رسميه في الدوري المصري، هو كابتن شايف برضو انه ده احساس قوي انه اللعيبه في السن ده تشارك في ماتشات رسميه مع في الدوري العام.
لكن برضو اتحاد الكوره والكابتن محمود كانوا اعلنوا في الوقت السابق انه من يوم 2 فبراير اللي هو المعسكر الاخير للمنتخب، يعني هيتم التاكيد على كل الانديه انه كله يبعت لعيبته في الميعاد دوت، وانه مش هيسمح ومش هيتم السماح لاي نادي انه يعني يتمسك بلعيبته، لان طبعا انت عارف ان ده المعسكر الاخير ولازم الكابتن محمود يعني يلعب اكتر ماتش ودي ويجرب كل خطه اللي عايز يلعب بيها يلعب بيها، لان طبعا انت عارف ان دي بتلعب على ارضنا ويعني لازم ان شاء الله باذن الله نفوز بيها وهي مؤهله لكاس العالم كمان. فيعني حتى الان المرونه كلها جايه من منتخب الشباب، لكن الانديه نتمنى بقى انها ترد التعاون ده وترد المرونه دي وتثبت بقى ان هي يعني برضو ان الاولويه منتخب مصر، وان شاء الله تسمح للاعيبتها ينضموا لمنتخب مصر مع بدايه المعسكر ان شاء الله في فبراير. حاتم انا بشكرك شكرا جزيلا، حاتم رضا الناقد الرياضي.